يلا بسم الله. بقالي فترة كده بحاول أصور فيديوهات بحيث إن أنا يعني أنقل للناس خبرتي أو تجربتي هنا في أمريكا، فبقالي فترة كده عمال أنزل بالكاميرا وأصور وأحاول يعني إيه أعمل فيديو مفيد، أحاول أفيد الناس فيه بأي حاجة. الموضوع مش سهل والله، أنا كنت فاكر إن الموضوع سهل إن أنت تفضل قاعد كده وتكلم حد قدام الكاميرا وتقدر تقول حاجة مفيدة. أنا حاولت بقالي مثلا 3 4 5 6 7 ايام كده بحاول اصور واشوف كده انا ممكن اعمل حاجه مفيده. عمال اغير في الهدوم مثلا، قال يعني هو ده اللي هيفرق، اجهز حاجه اقولها مثلا، اتفرج على كام حد عامل فلوج مثلا واشوف حد قال حاجه قبل كده، يعني بحس ان احنا نتكلم في حاجه جديده، او بحس ان انا يعني ما بقاش بكرر الكلام. انا بشوف ان اي حد مسافر يعني هي اول حاجه مثلا تلاقيه قعد سنه سنتين بعد كده بدا ايه خلاص ما انا هبقى فلوجر قد الدنيا، هبدا بقى اصور واعمل اللي محدش عمله كده، والناس هتشوف. ما هو اي كلام بقى هيتقال مش هيفرق، يعني طالما الناس بتشوف حاجه جديده او حاجه ما شافوهاش قبل كده فخلاص هيبقى بالنسبه لهم يعني الموضوع كويس. حسيت ان ده مش انا، يعني انا مش عايز اقلد حد. ثواني كده، ميلا شكلها وقع. لا استفندي يا ميلا. انكو استفندي ام اللي هو فود يعني اكل مبسوطه وكده. فبس فعمال اصور واشوف نفسي كده، حاسس ان انا مش مصدق نفسي. طب ما هو لو انا مش مصدق نفسي وانزل الكلام دوت مثلا على اليوتيوب الناس هتصدقه ازاي؟ يلا ما علينا. فالنهارده كده انا يا رب بس دي كده تبقى بدايه وتبقى بدايه خير. فبس فانا حابب بس اشارك مع الناس تجربتي الشخصيه هنا في امريكا. يعني هي اسمها تجربه، يعني هي حاجه لسه في البدايه. انا مثلا حتى لو بقالي سنه او اتنين او ثلاثة او خمسة او انا شايف حتى ان هو 10، كل دي اسمها تجربه. يعني ما تقدرش تحكم عليها بالفشل او بالنجاح لحد اما تخلص، يعني لحد اما نروح كده لربنا. فكل اللي احنا هنصوره هنا او اللي انا هوريه لكم او اي حاجه انا بعرضها دي تجربتي الشخصيه. ممكن حد يشوف ان ده شخص فاشل، ممكن حد يشوف ان ده هو اقصى حلمه، لان في ناس كتير عندنا في مصر هو مش في مصر عموما، في الشرق الاوسط هو النجاح عندهم ان هو يطلع بس بره البلد، هو كده يبقى ده نجح. هو تلاقيه قايم بيقوم من النوم يصحى يلبس يغير، هو بس عايز يطلع بره البلد، ولو عارف يسافر في اي او يهاجر اي دوله اوروبيه هو ده النجاح بالنسبه له. حتى تسمع الكلام ده كتير يقولك يا عم انا عايز اسافر امريكا، ولا انا عايز ميلا نو ميلا نموغز يا جماعه. بس انا البيبي سيتر، انا اللي هنا قاعد مع ميلا يعني انا المسؤول عنها عشان امها في الشغل وكده. يقول لك ايه ده انا عايز اجي امريكا وان شاء الله يا عم ابقى هومليس. طب ايه يا عم انت بتقول ايه ان انت عايز تبقى هومليس؟ يعني انت شفت الناس الهومليس هنا حياتها عامله ازاي؟ يعني حاجه طبعا ربنا ما يوريها لك، ولا تكون هومليس ولا هنا ولا في غير هنا، ولان الحياه برضو من غير بيت من غير سقف فوق راسك دي حاجه مش سهله. ومعظم اللي تلاقيه بيقول كده هتلاقيهم شباب صغيرين، يعني هو حلم ان هو عايز يسافر وخلاص، هو ده بالنسبه له قمه النجاح ان هو يسافر. طب هتسافر وبعد كده؟ في ناس هنا بتيجي يعني تقييم الشخصي، معظم الناس بتنجح الى حد ما، النجاح درجات برضه. يعني انت مثلا لو لقيت شغل ما هو ده كده سنه نجاح او خطوه نجاح. طب والله اشتغلت شغلانه احسن من اللي هو الشغل العادي اللي كل الناس بتلاقيه ده، كده انت ناجح اكتر واكتر. درست حاجه هنا في البلد وعرفت تشتغل بالشهاده اللي انت خدتها دي، انت كده ناجح اكتر واكتر واكتر. فهو النجاح درجات. النجاح درجات. فبس هي دي هتكون تجربتي انا الشخصيه. مش عايز احكم اللي انا عليها بالنجاح ولا بالفشل، لان برضو جزء كبير من التجربه انا شايف ان هو ولادك. ايه يا ميلا خدي دي. انا شايف ان جزء كبير من التجربه هو انت مش حياتك لوحدك، انت حياتك طالما انت خلفت مثلا، زي انا بتكلم عن نفسي انا، جزء كبير من التجربه هو ولادك. طب انت ولادك دول هيجوا هنا عايشين في مجتمع غير المجتمع اللي انت كنت عايش فيه. يعني هو انا شايف في جنين بيعانوا، ممكن يبقى اكتر الله اعلم، يعني دي حاجه في علم الغيب علم ربنا. الجيل الاول لان انت جاي البلد مش بلدك، ناس عاداتها غير عاداتك، كل حاجه بالنسبه لك تعتبر جديده. طبعا انت لو جاي في سن صغير هيبقى احسن، يعني هتتاقلم اسرع من حد جاي مثلا في سن ال 40 او جاي في سن اواخر الثلاثينات. يعني هتتاقلم لو انت جاي في العشرينات هتتاقلم اكتر من حد عنده 40 سنه اكيد. يعني المنطق بيقول كده، يعني انا مش الله اعلم برضه، انا بتكلم عن نفسي انا او على وجهه نظري الشخصيه. لو انت جاي لوحدك هتتأقلم على الوضع اكتر من انت او اسهل او اسرع من لو انت عندك عيلة وجاي مثلا معك ميلا. لا مؤاخذة يا جدعان، لا مؤاخذة. لو انت مثلا جاي لوحدك هتتعود على الوضع اكتر من لو انت معك عيلة مثلا ولد وبنتين وكده. نو نو ولا يس؟ Here, Mila. Here. Wait. You cannot eat this one. This part. Oh. No. No?
استني بس، هو كل حاجه نو كده من غير اي حاجه؟ ده وانت جاي وبتعرف تتكلم انجليزي الموضوع هيفرق معاك؟ طب ما انت بتتكلم انجليزي يبقى انت، او ما بتتكلمش. خلينا كده نبدا ان انت مثلا شخص مش عارف، ما بتتكلمش انجليزي كويس قوي او نص نص. طب هل انت لو جاي بالانجليزي اللي هو نص نص ده هتلاقي فرصه عمل زي حد مثلا بيتكلم انجليزي احسن منك؟ اكيد لا، اكيد هو يعني هيبقى هيلاقي شغل احسن او بلاش احسن اسرع. مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب لو انت شخص جاي مع عيلتك مثلا، معاك 3 افراد او 4 افراد، خلينا نقول 4 افراد لان هو ده متوسط عدد الاسره الواحده في مصر، 4 افراد اللي هو ام اب وطفلين، هتاجر مكان مثلا، هتاجر المكان ده هتدفع فيه قد ايه؟ مظبوط. طب انت اللي هتكون بتشتغل لوحدك ولا مراتك هتكون بتشتغل معاك؟ طب هل ولادك دولت في سن ان هم يسمح لهم ان هم يقعدوا لوحدهم في البيت ولا ميلا؟ ميلا هاتي الاستفندية، ادي البابا. ميلا هاتي الاستفندية البابا. طب انت جاي، هل هم هيقدروا في السن دوت، جاي في سنهم مثلا سنتين تلاتة اربعة او خمسة، او في سن 13 او 14 يقدروا يقعدوا مع نفسهم، يعني يقعدوا في البيت لوحدهم؟ لان هنا القانون ما بيسمحش الاطفال الا في سن معين يفضلوا قاعدين لوحدهم في البيت. ميلا انا مش عايزك تقعدي. ميلا كم هير ماما، خدي الاستفندية دي ميلا. طيب لو لو ماشي، لو هم مثلا سنهم صغير وعايز تجيب لهم حد يقعد معاهم، طب اللي هيقعد معاهم دوت هتدفع له قد ايه؟ ولا يفضل ان الام ما تكونش بتشتغل وهي اللي تقعد معاهم مثلا وانت اللي هتكون بتصرف عليهم؟ طيب هتكون بتصرف عليهم وانت مطلوب منك ايجار واكل وشرب. الاكل والشرب هنا يعتبر مش اكبر يعني سبب من اسباب القلق. الاكل والشرب يعتبر حاجه يعني انا مش هقول غاليه، انا هقول اكبر مشكله هتكون هي الايجار. طيب انت شغال لوحدك وعايز تأجر مكان مثلا، هنقول اوضتين مثلا وبيت اللي هو صغير، بيت اوضتين مثلا وايه وصاله حاجه كده محدده يعني عشان تعرفوا تقعدوا فيها، يعني ما تكونوش قاعدين فوق بعض، او حتى يا عم هنقول اوضه. طب هل انت هتكون شغال طول اليوم ولا مثلا شغال في اليوم 12 ساعه او ممكن اكتر؟ بتشوف هنا الناس بتشتغل 16 ساعه ومثلا ولا 14 ساعه او 15 ساعه حسب، يعني بحيث ان انت تقدر توفر لهم حد ادنى للعيشه. تلاقي من النقطه دي بقى تلاقي نفسك رحت لمشكله تانية. يعني لو انت لو فضلت بالوضع دوت سنين كتير، خليني ثواني بس كده هجيب ميلا وجاي. والله مش بقول لكم الموضوع صعب، انا بقول يا جماعه الموضوع صعب. بقى لي 3 او 4 ايام بحاول اصور، مش عارف اصور وملهي في ميلا، فمش عارف اطلع بحاجه مفيده يعني. فقلت هو احسن مكان بقى الواحد يبدا منه كده التصوير يكون البيت، واخد بقى ميلا كده. ممكن نروح مثلا حوالين البيت كده في مكان قريب، بحيث ان انا اوريكم المكان اللي احنا عايشين فيه. ممكن نتمشى كده لحد البارك حسب بقى ما تشوف كده ميلا هيكون وضعها ايه النهارده، لحد البارك مثلا كده ونرجع، بحيث ان انا اوريكم البيوت والجيران حوالينا. ها انزلي يا ميلا، بس مش هنعمل شقاوه. ماشي ميلا، خدي ميلا، خدي خدي الاستفنديه دي. ها هم. فبس من النقطه دي هتيجي المشكله تانية، انت ما بتقعدش مع الولاد، هي مراتك بس اللي قاعده معاهم. عدت سنه 2 3 4 5 تلاقي نفسك كده بقيت غريب، نفس فكره مثلا الاب اللي بيسافر السعوديه ويسيب ولاده في مصر. بس هنا بقى المجتمع منفتح بقى، غير بقى فكره ان هم في مصر المجتمع اصلا ذات نفسه مقيدهم وفي سنه عادات وتقاليد كده مش هيعرفوا يطلعوا منها، او حتى الغلط لو عملوه مش هيبقى مفضوح. هنا تعمل الغلط مثلا او الحاجات اللي انت ليه يعني، هي زي شرب الخمره كده مثلا. ممكن في مصر واحد بيشرب خمره يبقى فاجر، هنا يبقى عادي يعني، اكنه ما بيعملش يعني ما بيعملش حاجه كبيره. هنا كل مثلا خمسه في كل مكان تلاقي حد بيبيع خمور مثلا. فتلاقي مثلا بتكبر وانت ما وابنك برضو بيكبر، يعني مش هو اكيد انت لوحدك اللي بتكبر، فتلاقي انتوا الاثنين بتكبروا وانت خلاص بقى ما عادش فيه كلمه على ابنك. ابنك مش فكره ان هو ما بيحترمكش، بس هو انت مين بالنسبه له علشان يسمع كلامك. انا والله كنت النهارده بتكلم مع واحد في الشغل هو فلسطيني، فبقول له انت ايه من تجربتك، ايه اصعب حاجه يعني هنا؟ هو فلسطيني ومراته مغربيه. خلصنا من ميلا، جه دييجو بقى. والله انا هنتهزها فرصه واعرفكم على دييجو. مياو مياو. عندنا بقى احنا قطه هنا وكلبين مطلعين عين اللي خلفونا بقى، وميلا شغاله مياو هاو مياو هاو، تقريبا هي دي اللغه اللي بتتكلم بيها حاليا. خد يا حبيبتي كل ده كل ده بقى، خلي بابا يكلم يقول كلمتين على بعض. كنا وصلنا لفين؟ فبالظبط انت ابنك دلوقتي خلاص كبر وانت ما بيشوفكش، فهو مش عارف مين دوت، انت هتأمره بتاع ايه؟ تيجي مثلا
ضرب هيتحبس، زعيق هتزعقله ممكن يكلمهم فعلا، يكلم البوليس يقول لهم والله انا بابايا ضربني، وهيجوا هيحبسوك فعلا. وتلاقي ناس كتير بتسمع الكلام دوت، ويعني مش كلام انا لوحدي، تلاقي ناس كتير بتسمعه وبتشوفه، يعني مش حاجه مثلا اللي احكي لك لوحدي او حاجه مثلا سر. فانت هنا ابنك مش هيجي بالضرب، مش هيجي بالعقاب، مش هتعرف تعمل معاه كده. فالحل الوحيد ان انت لازم تصاحب ابنك او بنتك. فالموضوع صعب يا جماعه، زي ما بقول لكم مش فكره ان انت جاي هنا اول لما نزلت اشتغلت حوشت نجحت، هي مفيش كده، هي تجربه، تجربه فيها بنوك كتير، ممكن تنجح في حاجه ما تنجحش في حاجه قوي. بس مستفندي ده انتاج بلدنا هنا، انتاج البيت، بس حاجه يعني استغفر الله العظيم. ممكن شويه ويحلو بقى في على اخر الشتاء كده. فبس هي تجربه فيها بنود كتير، فيها حاجات كتير. صعب ان حد يقول لك والله انا فشلت، والله انا نجحت. واللي فشل مش هيقول لك انا فشلت. ولو نجح في حاجه مثلا، بس اكيد في جانب تاني هو مداري عنك انت ما تعرفوش، انت شايفه ان هو ناجح في الحته دي بس، او ناجح في ان هو مثلا يجي مصر مثلا مع ايفون، راكب عربيه كويسه، شاري شقه كويسه، بس الجزء التاني اللي في حياته انت ما تعرفوش، وهو مش هيقول لك عليه برضه، لان محدش بيحب يطلع نفسه فاشل. صح كده؟ احنا عايزين بس الكلام يبقى في منطق، في سنة، في منطقية. يعني لو انا فاشل في حاجة اكيد انا مش هقول يا جماعة والله انا نجحت في كذا وفشلت في كذا. ده غير الغربة، يعني هو متغرب ويقول لك والله انا اتغربت وفشلت. كل الناس بيبقى عندها حتة الكبر دي، هو عايز يطلع نفسه الى حد ما يعني يكون راضي عن نفسه وناجح. مش حاجة غلط او انا بعيد في حد، انا ماليش غير نفسي، يعني ما بحكمش غير على نفسي. والله جدعان يا جماعه السفر حلو وكل حاجه، بس انا بس عايز الناس تفهم موضوع الباكج. يعني انت السفر حلو بس فيه عيوب، القعده في مصر حلوه بس فيها عيوب. انت حسب انت هتبقى ايه، حياتك هتبقى ماشيه ازاي. يعني هل انت في واحد ينفع معاه ان هو يهاجر يفضل بعيد عن اهله؟ في واحد الموضوع ده ما يقدرش يعيش، يعني ما يقدرش يعيش بره اهله وما يقدرش يعيش بره اصحابه. في واحد مثلا فكر ان هو لما يجي هنا الحياه فيها رفاهيه، وهيركب احسن عربيه في سنه في سنتين او في 3 سنين بالكتير، وهيبقى بيحوش وهيشتري بيت في مصر. طب الرفاهيه برضو مش المطلقه، يعني مش بتكلم عن الرفاهيه، اكيد مش هتبقى يعني هتبقى زي بيل جيتس في 3-4 سنين، ولا انا هتبقى راكب فيراري ولا تسلا في مثلا في 4-5 سنين، ولا حتى مثلا انا شايف ان هو 6 سنين ولا 7 سنين. انا بتكلم دلوقتي بتجربتي الحاليه، بالشغل اللي انا شغاله، بالمؤهل اللي معايا، بوضعي المادي والاجتماعي، ما بتكلمش عن حد تاني. يعني الموضوع لسه فيه سنين كتير علشان تقدر تقف على طول. انا خلاص انا حياتي كده فيها سن الرفاهيه، انا راضي عنها. الرفاهيه مش في امريكا، في امريكا هنا انت مثلا لازم تكون بتدفع، يعني مثلا ايجارات البيوت، حلو، التامين، هنا مفيش تامين ببلاش، انت لازم تكون شغال شغلانه والشغل ده هو اللي يامنك. تامين، انا اقصد التامين الصحي يعني هنا، فانت لو وبتدفع له يعني هو مش ببلاش. في بلاد تانية كتير في اوروبا بيبقى انت مثلا حتى لو هنقول اتليست لسن معين انت ممكن يكون عندك تامين صحي ولاولادك وحتى ليك انت شخصيا ببلاش. هنا امريكا الوضع مش كده. في بلاد تانية، في حتى كندا مثلا بيدفعوا نسبه ضرائب عاليه، بس كل حاجه تعتبر متغطيه، يعني التكاليف التامين الصحي وكده متغطيه. انت لو عييت مش قلقان في اي وقت. انت لو انت عيان مثلا وهتعمل عمليه وما عندكش تامين، انت كده خراب بيوت، يعني خراب بيوت فعلا بتسافر. يعني انا مثلا حماتي كانت عايزه تعمل حاجه في اسنانها وعندها تامين، بس التامين بتاعها مش مغطي موضوع السنان دوت مثلا او العين او كده. بتسافر من امريكا هنا للمكسيك علشان، وبتسمع ده كتير، يعني هي مش حماتي بس، من امريكا للمكسيك علشان تعمل الموضوع ده عشان يبقى ارخص. فاهمين الدنيا يا جدعان واصله لفين؟ يعني مش الرفاهيه هنا برضو ليها حدود. يعني دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. استنى كده نشوف مين راحت فين وهنجيبها. ميلة تاني، واحد على ما يخلص الفيديو ده هتكون الشجرة خلصت. انا والله ما فاكر كنت وقفت لفين بقى، مش فاكر. كل ده بسبب ميلة طبعا. ميلة ينفع كده يا ميلة؟ حاجة تانية برضه انا عايز اتكلم فيها، نقطة العادات والتقاليد. العادات والتقاليد، انت هنا لازم بما انك يعني في امريكا، هي امريكا على فكرة يعني انا شايف ده رأيي الشخصي. انا برضو باكد على نقطه رايي الشخصي دي علشان ايه، امريكا بالذات الكلام عليها متفاوت، ممكن تسمع حاجه من حد وممكن تسمع حاجه تانية من حد خالص. فانا بتكلم عن رايي الشخصي. انا تعبت منك يا ميلا بقى، كل شويه تقع يا ميلا. بس عشان كده انا والله العظيم عشان كده انا باكد على نقطه رايي. يا جدعان هتلاقوا الفيديو انا عمال اقوم واقعد واقعد واقوم، كل ده علشان انا قاعد مع عروسه ميلا، مع احلى نونة في الدنيا، حبيبة بابا، حبيبة ابوه. لو انت شخص عندك
عندك مشكلة في تقبل عادات الآخرين؟ يعني أنا عادات والتقاليد دي أنا أشمل بيها كل حاجة. لو أنت راجل مصري أصيل عايز مثلا ما تبقاش بتغسل المواعين، ما بتطبخش، ما بتخليش بالك من بنتك مثلا، اللي هي الأمور اللي احنا في مصر غالبا بتقوم بيها الست مثلا، الست أو اللي هي الأم يعني أو الجدة أو كده، هتلاقي صعوبة هنا، لأن الحياة هنا فيها كمية، فيها مشاركة. يعني أنت مش يعني مش هنكون مش هينفع تكون بتشتغل ومراتك ما بتشتغلش، الموضوع هيبقى مكلف، هتبقى الحياة صعبة، يعني مش هتعرف تعمل كده، مش هتقدر تغطي التكاليف إلا لو هتشتغل مثلا في اليوم من غير هزار 16 17 18 ساعة. لو تقدر تعمل كده حلو جميل، بس هتخسر بقى النقطة اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها، سيطرتك على أولادك. مش بتكلم في السيطرة يعني، بس يعني هتخسر نقطة. خلينا نمشيها السيطرة، السيطرة على ولادك. لو عندك تقبل، عندك مشكلة في تقبل وعادات حد مثلا مختلف عنك في لون، في دين، في حاجة برضه أكيد يعني الناس كلها بتسمع عنها، يعني ما فيهاش يعني الموضوع ما فيهوش حاجة تستخبى، الشواذ بقى وكده ومش شواذ، ما هي حاجات كلها محيرة. يعني أنت برضه ما أنت بتكبر وولادك بيشوفوا الكلام دوت، يعني أنت لو خلاص متأسس في مصر ويعني خلاص المواضيع دي أكيد مش هتأثر فيك بشكل أو بالتاني، بس ما هم ولادك بيكبروا من صغرهم، بنت لسه صغيرة مولودة هنا وبتكبر وبتشوف الكلام ده قدام عينيها، الموضوع أكيد هيأثر فيهم. أنا معرفش هيأثر إزاي، بس ما هو بالعقل، ما هو حد بيشوف حاجة زي ما كل أنت بتشوف حاجة في بيتك مثلا هتأثر بيها، أو حاجة هتبقى بالنسبة لك على الأقل عادية. ديانات، بتشوف ديانات مختلفة، أو ممكن تشوف واحد مثلا أصلا ملحد. فأنا قصدي نقطة تقابل الآخرين بالعادات بالتقاليد بالديانات، أنت لازم تكون شخص بتتقبل عادات الآخرين. يعني لو أنت في أي بلد، على فكرة مش في أمريكا بس، يعني في أي بلد. أهو ديجو، أهو تعالى ديجو، ديجو ديجو تعالى يا حبيبي، سي هاي يا حبيبي. أما يجي ديجو هيجي هوريه لكم. ديجو تعالى يا حبيبي. ميلا، اوكي ليت مي جراب ميلا. اوكي ماي سويت هارت، اي لاف يو ماي لاف. نو نو. فبالظبط اه، لو عندك المشكله دي يعني انصحك خليك في بلدك. لو انت واخد على ان امك هي اللي بتخدم، ابيك هو اللي بيروح يجيب كل حاجه للبيت، انت ما بتعملش حاجه، بتصحى من النوم الساعه 2 الظهر مثلا، وحياتك اللي هي النمط ده، حياتك النمط ده، فلا. الغربه عموما في مصر او في غير مصر. ميلا نو واي واي نو. شايفين يا جدعان الابوه هذا، والله العظيم، بس الناس مش فاهمه. هو اجيب لكم ديجو ثواني. ديجو مجاش، دييجو مجاش، دييجو هرب. دييجو عايزين تشوفوا دييجو. دييجو فاو، لو عندك المشاكل دي هتتعب هنا جدا. يعني انت هنا مثال حي اهو، يعني مفيش راجل في مصر هتلاقيه قاعد هو اللي خلي باله من بنته، بس احنا لازم نعمل كده. انا ومراتي لازم تعمل كده، هي لازم تروح الشغل، يعني انا بشتغل من الصبح للظهر، هي بتشتغل من الظهر للليل. حد بيقعد مع الصبح بميلا اللي هي مراتي، حد انا بقعد مع ميلا لحد ما تنام. الموضوع مش سهل، هو مش صعب برضه، بس ممتع. يعني انت بتخلي بالك من بنتك اللي انا بحبها، اللي هي بتسمع كلام بابا. انا كنت بحاول اصور بس هي ميلا، يعني ميلا تعمل ايه يا ميلا؟ بس هي ميلا يعني مش مخلياني اقدر اتكلم، فقلت كده نطلع بره حوالين البيت كده نوريك مكان يعني اللي احنا عايشين فيه ده شكله عامل ازاي. ميلا ده الاكل بتاع القطه. ميلا سيبي ده، سيبي ده، ها كاموس داري، كاموس داري. ميلا ها ماما يلا. قطه فين القطه يا ميلا؟ ها تعالي مع بابا يا ميلا. ميلا تعالي لبابا. ميلا قولي هاي هاي هاي. انت حبيب بابا. هاي لو قدرنا يعني، لو ميلا لو الفرصة سمحت وميلا رضيت تبقى مؤدبة كده ونمشي لحد اخر الشارع حتى، بحيث ان انا اوريكم المكان اللي احنا عايشين فيه ده. احنا هنا في كاليفورنيا، مكان كده قريب من سان فرانسيسكو.
ممكن احاول اوريكم من هنا، مش عارف الصوره هتبقى واضحه ولا لا، بس ممكن نعمل حبه زوم كده سيكا. اوبا قوم اقف يا ميلا. نو 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 ميلا ميلا it's too dirty here ميلا. ميلا ميلا هاتي ايديك يا ميلا، هاتي ايديك، يلا نمشي الناحية دي يا ميلا، يلا نمشي الناحية دي يا ميلا. طيب هو ميلا يعني مش بيخلينا اصور على علشان اقدر اوريكم حاجة، الكاميرا خلاص هتفصل فهنروح نشحنها. يا رب تكون وجهة نظري وصلت ليكم، وان شاء الله هنتقابل تاني في فيديوهات تانية. زي ما قلت القناة دي مش هتبقى يعني قناة هجرة، وان انا مثلا بقول لكم والله يا جماعة اعملوا 1 2 3 عشان تهاجروا، هي بس هتكون نقل لتجربتي الشخصية لحياتي، يعني الاماكن اللي انا بروحها، لشغل انا، لوظيفتي انا، يعني لحالتي الشخصية، اللي هي زي ما كل واحد ليه حالته اللي بتميزه، دي حالتي الشخصية، يعني ما تقدرش تقارنها بحد، ما انا ما اقدرش لسه احكم عليها بالنجاح او بالفشل. والله بابا تعب يا ميلا. ميلا سي باي. باي ميلا قولي باي، قولي باي بقى عشان نقفل. باي هير وي جو. باي باي. ها مرة كمان باي، قولي باي. مفيش باي بقى خلاص.